أولى محطتنا الصباحية رح تكون طبية وتحديداً بطب الأسنان، وموضوع فقدان الأسنان عند غالبية الناس أمر طبيعي لابد منه، خصوصاً يمكن مع التقدم بالعمر أو غيره من الأمور يلي ممكن تصيب الأسنان وتؤدي لفقدانها. طبعاً هذا الموضوع بيسبب إحراج كتير كبير من الناحية الجمالية والنفسية للمريض، وبيأثر على نطقه ونمط حياته بشكل عام. ودائماً فينا نقول نور إنه طب الأسنان عم يفاجئنا بتقنيات بمعالجات تجميلية حديثة، ومن أهمها الأجهزة المتحركة. أكيد هايدي، بس اليوم موضوعنا يعني جداً مهم لكل الناس اللي عندها أجهزة متحركة في الأسنان، لأنه في مشاكل بتنتج عن هي الأجهزة المتحركة، من الحساسية بدنا بعض المشاكل الفكية والفمية، كيف بيتم التعامل معها؟ لنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع معنا الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك دكتور. صباح خير. صباح خير سوريا. اهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، خلينا نعرف مفهوم الأجهزة المتحركة وشو هي آلية عملها. هلا مثل ما تفضلتوا حضراتكم انه في كثير من الناس عنده مشكلة بفقد الأسنان. صحيح. وهلا بالظروف الحالية ملاحظين نحن من خلال المرضى اللي بيراجعوا الجامعات في إقبال كبير على موضوع التعويضات المتحركة. صحيح. وشو هي التعويضات المتحركة؟ هي اللي ممكن الأجهزة يزيلها المريض من الفم من تلقاء ذاته. وهذا يعني التعويض اللي بنسميه متحرك، من هون اجت كلمة متحركة. وبالواقع في عنا قسمين نحن بالموضوع، في بعض الناس قالعين كل أسنانهم، وهدول بنسميهم يعني ناس درد كامل، وبالتالي بنركب لهم جهاز كامل أو ما يعرف شعبيا طقم الأسنان. صحيح. وفي عنا بعض الناس لا، قالعين عدد منيح من الأسنان، وبالتالي بحاجة لأجهزة متحركة جزئية. وبالتالي هدول المجموعتين من المرضى أو من الناس اللي موجودين، ويعني بفئات عمرية متنوعة، ليس يعني تحديدا يعني بموضوع الأعمار المتقدمة. طبعا نحن الحالات المرحلية قبل الأزمة كنا نشوف إنه العدد الأقل هو اللي بالأعمار المتقدمة، لكن حقيقة بالفترات الاخيره صرنا نلاحظ حتى باعمار بالثلاثينات والاربعينات. في يعني مرضى بيراجعونا بالجامعات يلي هن حقيقه بحاجه لاجهزه جزئيه واحيانا لاجهزه كامله. طيب خلينا نحكي دكتور عن ابرز النتائج الايجابيه اذا فينا نقول الاجهزه المتحركه، قبل ما نحكي عن المشاكل هي كثيره وكيفيه التعامل معها، بس بالاخير الى جوانب ايجابيه اساسا، هي بديل اساسا لكثير من الناس، حتى تلاقي لانه الفم او يعني هو الواجهه الاساسيه للوجه، فكثير بتاثر على نفسيه وشخصيه الشخص. هو عند الصباح واختياركم لموضوع مشاكل الأجهزة. صحيح. يعني غريب، لازم يعني نحكي بالإيجابيات حقيقة. تفضل. موضوع الإيجابيات موضوع كتير كبير ومهم، يعني لو بدي أقول أنا إنه أنا فيني استغني عن الأجهزة المتحركة راح يكون الجواب قطعا لا. السبب لأنه أنا هاي الأجهزة المتحركة بالشكل المنطقي اللي أنا بشوفه كمريض، شوف انه هدول الأجهزة بيساعدوني على الاكل. صحيح. بيساعدوني على مضغ اللقمه الطعاميه بشكل جيد، بيساعدوني على موضوع انه اتكلم بشكل واضح. ما بس هيك، بيساعدوني على الناحيه الجماليه اللي هي مثل ما تفضلتوا كمان ناحيه مهمه، لكن حقيقه في موضوع اخر تماما ونحن بنطلع له غير المريض، اللي هو كاطباء اسنان كيف ننظر لانه يجب استخدام الأجهزة المتحركة. بمعنى آخر إنه هاي الأجهزة بتحافظ لما تبقى على البنى التشريحية الموجودة، سواء أسنان موجودة أو ما كان في عندي أسنان وقالع بشكل كامل، فالنسج الموجودة اللي بحافظ عليها، وهي كتير مهمة بالنسبة لي، وأحيانا بكون شيء ظاهر وشيء مخفي. شو هو الظاهر؟ أنا بشوف اللثة اللي واضحة، الأسنان اللي واضحة، أو المخاطية الفموية من خلال المرآة بشوفها، لكن حقيقة نحن عم نشوف أعمق من هيك، اللي هو العظم. العظم اللي بيحمل هالأجهزة هاي هو نسميه العظم الفك العلوي أو عظم الفك السفلي، فهي المحافظة على هالقيمة هاي العظمية كتير مهمة إنه استخدم الأجهزة المتحركة. فهي إذن هي وسيلة إيجابية مهمة. صح. ولازم نسعى. صح. وما نترك المريض حقيقة
انه والله بدون اجهزه، والبعض بيعتبر انه ما في داعي لهيك مواضيع وبيوقع بمشاكل كتير مهمة. تمام، يعني هون دكتور يعني حضرتك عم تحاول تركز أكثر على الأمور الإيجابية في حال إحنا لجأنا للأجهزة المتحركة. ممكن بعض المشاكل بنسمع عنها يصير في التهاب باللثة، التهاب بالأسنان، خلينا نوضح مين هنون الأشخاص الأكثر عرضة لهي المشاكل. هلأ بالبدايات يعني أنا بموضوع المشاكل لازم أحكي فكرة وضحها للإخوة المشاهدين، يلي هي شو هي؟ إنه في عندي أنا بالأجهزة المتحركة الجهاز الكامل، والجهاز الكامل بيتعلق وجوده واستمراريته ونجاحه بتقبل الحالة التشريحية. شو هي الحالة التشريحية؟ اللي هي العضلات. يعني إحنا وقت بنحكي عن خدين، بنحكي عن شفتين، بنحكي عن لسان، ضمنياً كأطباء بنحكي عن عضلات. وبالتالي تقبل العضلات للجهاز هو جزء هام من الموضوع، وشيء طبيعي العضلات لن تتقبل في بداية الأمر الجهاز. ستحاول جاهدي أن تكون هي تأخذ الوضع المريح بالنسبة إلى وما تخلي يكون موجود. بعامل الاستمرار هو بخليهم أنه لا يقبلوه مجاور إلهم ويكون ضيف جزء من هالمجموعة هاي ويتأقلموا معه العضلات، وبالتالي يصير في عنا قبول من العضلات لهالجهاز الكامل اللي هو طقم الأسنان. إذا هاي الفكرة كتير مهمة، وهذا الشيء يلي بنشوفه إنه نحن وقت نعطي المريض الجهاز الكامل بيكون في عنا فترة بنسميها فترة التلاؤم أو فترة تأقلم مع الجهاز. وبنعرف نحن كل مرضانا أو الأقرباء اللي عنا أو المحيطين بنا دائما وقت بركبوا جهاز يكون في عندهم مشاكل. وهالمشاكل هي بنشوفها إنه هي مشاكل آنية، يعني شو بدنا حدا يطول باله معنا، يعني ممكن تروح مع الوقت بالضبط. وبالتالي خلال هالشهر هذا بس فترة زمنية، يعني احنا عم نحكي فترة زمنية تقريبا الشهر، ممكن تاخذ فترة اطول لا شوي. لا هي شهر هذا بكل المراجع العالمية بيحكوا على موضوع انه هذا الشهر بتكون العضلات اخذت وضعها بشكل جيد، وبالتالي مع الجهاز بتتأقلم مع الجهاز بكل ابعاده، يعني وبالتالي في مشاكل رايحة تكون. من هالمشاكل يلي بالبداية وممكن تزول انه اللفظ الاحرف صحيح، وهذا الشيء بتشوفوا انه نحن بعض الناس بتركب بتغير الموضوع، في ناس بتركب سن امامي بتلاقي فرق فكيف اذا كان فك كامل. صحيح الموضوع مجموعه من الاسنان جهاز كامل، وبالتالي بتغير اللفظ، وهذا تغير اللفظ شوي شوي بتلاقي كام يوم بالاسبوع الاول وتغيرت وتحسنت الامور. صحيح. وصار يحكي بشكل جيد ويتفاعل مع المجتمع بشكل جيد. هي نقطه. النقطة الثانية نحن ما دام بنحكي عن عضلات عم تشد وعم تعمل قوة عضلية فرح تغير مظهر الوجه. وبالتالي نحن بالمراحل الأولى بنشوف إنه مستغربين شكل الوجه ما كتير مريح، بعد شوي بنلاحظ إنه لا والله أخذ على وشه وصار حلو. صحيح. وصار مقبول وصار خلص تعود عليه. هذا الموضوع أحد المشاكل الزائلة وتلقائية، يعني الطبيب هو بيكون عامل كل إجراءاته بشكل جيد، لكن حقيقة بده عامل الزمن. وبالتالي كتير مهم أنا وعي المريض إنه هاي الأمور راح تصير معنا فترة بس مؤقتة. ما تهكلهم لأنه هي فترة مؤقتة، ونحن راحين نتفاعل مع بعض بشكل جيد، وبالتالي نتفهم الموضوع وراحين نتحمل بعض شوي لأنه في إزعاجات بتكون موجودة. اثنين، في عندي كتير أشياء مهمة إنه مشاكل بتصير بسيطة وهي ممكن تصير مع أي طبيب وبها فوات. يعني لسبب أو لآخر طبيب ما ينتبه إنه في بباطن الجهاز اللي بلامس الغشاء المخاطي في نقطة إكريل قد رأس الدبوس كتير بسيطة، ممكن يركب تعمل ألم عند المريض وبالتالي بتجرحه. فالطبيب يعني الخطأ من المريض أنه يروح ما يراجع المريض طبيبه، وبالتالي الطبيب بس بموضوع إزالي لهالنقطة هاي وبترجع الأمور كتير طبيعية. وأحياناً بتخلينا أنه نحن نكره الجهاز وما عدنا إياه وعم يجرحنا وهي المعالجة كتير بسيطة عند الطبيب. فإذا الأهم شيء أنه المراجعة
فإذا الموضوع ما يترك أنه سلم الجهاز وحمل حاله وراح، هي مرتبطة بالمراجعة الدورية أو الاستكمال مع الطبيب فينا نقول. صحيح، بس المراجعة الدورية الطويلة المدى لا، المراجعة الدورية خلال الشهر. طيب كل قديش مثلا دكتور بيقولوا أنه 6 شهور لازم ولا في شهور؟ وقت محدد للفحص الدوري في حال الفحص الدوري بالبدايات أنا فورا بعد 24 ساعة لازم أشوف المريض. صحيح، لحتى اذا في عنده مشكله مثل هي راس الدبوس انه تظهر او تبين دغري بتبين من اول يوم عشان ما تتطور. هلا شلون بتتطور الامور؟ هلا انا عندي ببلش بألم، اول شيء بكون طلع من العياده راح بده ياكل شعر بالالم، احيانا ما بيشعر مثل الوخز بسيط بصير مثل الوخز. هلا اذا ما رجع لعند طبيبه وما عمل هالمراجعه هي راح يصير في سحجه، جرح، تقرح، وبالتالي إذا بضل مستمر، وفي بعض الناس تتحمل هاي القصة لدرجة إنه بتعمل لي سماكة بالغشاء المخاطي، بتعمل لي ردود عميقة، بتصير في امتصاص بالعظم السنخي. إذا الموضوع بتطور كتير وبعمل يعني أذيات كتير كبيرة مستقبلية إذا ما رجعت الطبيب. إذا أهم نقطة إنه أنا راجع الطبيب بشان إزالة هالقصة هاي. اثنين، يعني الموضوع يلي بصير من الأخطاء يلي خارج، يعني أنا طلعت هلأ على أنه خلصت الشهر أموري كلها تمام، حضرتك بدي أسألك عنه، يعني لما نقول بعد شهر الأمور كانت تمام وتم التئام، يعني أخذ موقع جيد. الجهاز وصار شو المشاكل ممكن تحصل بعد الشهر؟ ممكن هي أخطاء شائعة يكون فيها المريض، يعني مش بالضرورة أخطاء من قبل الطبيب، يعني المريض ممكن طريقة تنظيف الجهاز، ممكن يكون طريقة الأكل، ممكن كله يلعب دور بعملية بقاء الجهاز بشكل سليم. بالضبط. هلا الموضوع أهم ناحية حضرتك تفضلتي فيها إهمال الصحة الفموية. أين تكمن إهمال الصحة الفموية؟ يعني أنا بعتبر إنه ما في أسنان أو في بعض الأسنان ما في داعي فرش أسناني وما في داعي تمضمض. نحن حقيقة بالصحة الفموية مثل الصحة العامة، مضطرين أنه تمضمض بشكل جيد، مضطرين أنه نفرش أسناننا، ومضطرين أنه ننظف الجهاز المتحرك. تنظيف الجهاز المتحرك هو لازم نستخدم نحن فرشاة الأسنان وفي فراشة خاصة، بس نحن بنقول أنه فراشة الأسنان ممكن ننظف الجهاز بشكل جيد. هلأ انا ما بدي بالغ بموضوع النظافة، انا بكفيني انه بالماء والصابون خسل الجهاز بشكل جيد ونظفه بشكل جيد، فكافي بالنسبة إلي على مستوى النظافة. لا، في ناس نحن بنعرف هذا الجهاز متحرك مثلا بينشال بالليل. صحيح. في ناس بتنقعه مثلا خلال فترة الليل بمي وملح وبتنظفه، هي قصص ممكن تأثر على الجهاز ولا لا طبيعية؟ هلا مع يعني نحن نشوف حالات يعني محيطة أو قريبة منا. شكرا لحضرتك إنه رحنا على هيك سؤال، لأنه نحن من تعليماتنا للمرضى إنه إزالة الأجهزة من الفم ليلا ووضع بالماء وتنظيفها طبعا. هلا شو السبب يلي وراء الموضوع انه نحن لازم نزيل من الفم هذا الجهاز ليلا؟ ليش الاصرار؟ نحن مصرين لانه كانت في نظريه قبل بالخمسينات والستينات وظلت مستمره لفتره بالمجتمع انه خلي الجهاز بالفم وقت الليل ونام فيه خلال الاسبوع الاول او هلا الملاحظه اللي كانت انه صار في امراض تظهر بالفم نتيجه بقاء الاجهزه المتحركه بالفم ليلا، فالمريض ما بيزيلها وبالتالي ادت لمشاكل بالغشاء المخاطي وصارت مشاكل معقده وبالتالي صار بدها معالجات. اذا دخلنا بامراض نحن، وبالتالي ازاله الأجهزة من الفم ليلا هو قاعدة صحية وبنفس الوقت ضرورية جدا ننبه عليها. يجب إزالة الأجهزة المتحركة سواء الجزئية أو الكاملة من الفم ليلا حتى ترتاح النسج وننظف بشكل جيد وما نتعرض لأمراض. في أمراض كثيرة حقيقة تتعلق بالصحة الفموية من بقاء الأجهزة داخل الفم ليلا. فإذا الموضوع هذا موضوع أساسي بالنسبة لنا، بهمنا كتير وبيعطينا صحة فموية، وهي من الأخطاء يلي متوارثة يعني بالمجتمع للأسف، لأنه بيقول لك أجهزة يعني جهاز متحرك وسنان صلبة ما بده تنظيف، يعني مو مثل أسنان طبيعية للأسف، يعني بيقول لك لهيك بصير في قلة اهتمام فيهم شوي. هلأ أنا وقت اللي بدي أروح على موضوع إنه ما أقرن النظافة
بكل شيء بتعلق فيه، فمشكلة صحيح. حقيقة صحيح. قائمة وبتعطيني أثر كتير مرضي. يعني أنا عم روح لحالي مرضية، وهي مشكلة كتير كبيرة موجودة ومتوفرة يعني بمجتمعاتنا وبالمجتمعات الثانية حقيقة، إنه في أمراض عديدة نتيجة بقاء الأجهزة المتحركة بالفم، لدرجة إنه نحن بنشوف أحياناً شكل الجهاز كيف سواء جزئي أو كامل بقبة الحنك، احمرار تحتها بشكل كامل نتيجة إنه المرضى. نحن عم نشوف حقيقة، ليش عم ننوه على هالموضوع؟ لأنه عم نشوف بالمجتمع إنه في مرضى ما بزيلوا نهائياً أجهزة من الفم. وحقيقة أنا ما بدي أقول إنه حتى على الأمراض، حتى على رائحة الفم، فإذا الموضوع بالنسبة لنا الموضوع راح يكون في له أثر حتى اجتماعي. صحيح. يعني الأجهزة غير المعتنى بها ستكون مبعث لروائح فم وبالتالي لنفور اجتماعي، وبالتالي هذا الموضوع يجب إنه نعتني فيه بشكل جيد. يعني بختام حديثنا مع حضرتك دكتور إبراهيم بدنا نشكرك كثير، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. شكرا. إبراهيم تركماني أخصائي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية، شكرا كثير لك. شكرا. شكرا.